السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في القناة، مرحبا بكم معايا في درس جديد. اليوم غادي يكون الدرس على هاد التتمة ديال هاد الجوزة اللي سبق لي خدمت معكم في الفيديو اللي فات. انا زدت خدمت شوية واليوم ان شاء الله غادي نكملو. هنا درت 4 أعمدة، دابا غادي نحل الفراغ بسلسلتين. هنخلي عمودين وغادي نخدم العمودين في الوسط. نحل فراغ سلسلتين، نخلي العمودين ونجي لهذا الفراغ نخدم عمودين. نزيد هذا العمود الثالث وهذا العمود الرابع باش كنكمل 4 أعمدة. بقاو عندي عمودين غنحل فراغ. هنخلي العمودين ونجيل لهذا الفراغ نخدم العمودين. نفجن غندير كل عمود غندير فوق منه عمود. نقلب الخدمة ونرتفع ب3 سلاسل. انا غادي نخدم هذه الأعمدة تنوصل هنايا ونرجع معكم. من بعد ما كملت الأعمدة هنا غنحل الفراغ غادي نخلي عمودين ونخدم عمودين.
الفرع غادي ندير عمودين ونحل الفراغ بسلسلتين، نجي الفراغ ندير عمودين غادي نخدم هذا العمود وهذا باش كنكمل أربعة. نفتح فراغ ونخليه عمودين ونجي الفراغ ونعوض بعمودين. هنا في الجنب غيكون كل أعمدة، يعني كل عمود غندير فوق منه عمود، ونتلاقاو باش نكمل الخدمة. من بعد ما كملت الأعمدة، هذا آخر سطر خدمته معكم، كملت الأعمدة تال هنايا وقلبت الخدمة وخدمت الأعمدة اللي عندي في الجنب، يعني فوق كل عمود عمود، توصلت للفراغ. هنا في الفراغ غادي ندير عمودين هنا، غادي نخدم عمودين، عفوا غادي نحل فراغ سلسلتين، هنخلي عمودين، نجي العمود الثالث والعمود الرابع ونخدمهم. هذا الفراغ غادي نخدم عمودين نزيد عمودين ونحل فراغ بسلسلتين. هنا غنخلي هاد العمودين ونجي لهاد الفراغ ونبدأ الأعمدة، يعني في الفراغ غادي ندير عمودين ونكمل ما تبقى من الأعمدة اللي عندي في الجنب. هنا عندي في الوسط ستة الأعمدة، هاد الجوزة ديال الوسط تسدات، بقات لي هادي اللي في الجنب. أنا غادي نكمل الأعمدة هنايا ونعاود نخدم الأعمدة في السطر الثاني ونرجع معاكم. هنا كما قلت لكم كملت الأعمدة في هذا السطر وقلبت الخدمة وخدمت الأعمدة اللي عندي في الفراغ. غادي ندير عمودين هنايا، عندي ستة الأعمدة، غنحل الفراغ
ونخدم عمودين ونحل فراغ آخر. هنا غادي نخلي هاد العمودين ونجي الفراغ وندير عمودين. ونكمل ما سبق من الأعمدة. هنا بديت السطر الآخر، خدمت الأعمدة توصلت الفراغ، هذا اخر سطر باش نغلقوا هاد الجوزه والبدايه ديال نفتحوا الجوزه الثانيه في الفراغ. عندي جوج فراغات هنايا، في الفراغ غادي ندير عمودين ونفتح فراغ بسلسلتين، نجي للفراغ ندير عمودين وغادي نكمل الأعمدة اللي عندي هنا في الجنب. دابا الجوزة تغلقات، والسطر المقبل غادي نبداو نفتحو في جوزة جديدة. انا غادي نخدم الأعمدة ديال هاد السطر والسطر الثاني ونرجع معاكم باش تشوفوا البداية كي نفتحو الجوزة هنا. بعد ما كملت الأعمدة ارتفعت بثلاث سلاسل، يعني دورت الخدمة وخدمت الأعمدة، بقاو عندي هنا عمودين قبل الفراغ. غنحل الفراغ بسلسلتين، هنا في هذا الفراغ غندير عمودين نحل فراغ ثاني، هنخلي عمودين وغادي نبدا الأعمدة، يعني فوق كل عمود عمود حتى كنسالي السطر وندور الخدمة ونخدم الأعمدة حتى نوصل هنايا حدا الفراغ قبل الفراغ بعمودين ونرجع معكم. هنا في هذا السطر خدمت الأعمدة اللي عندي في الجنب، بقى لي عمودين غنحل فراغ بسلسلتين، نجي لهنايا لهاد الفراغ وغادي ندير عمودين عمودين فوق هاد العمودين هنا. هنا في هاد الفراغ غندير عمودين نحل فراغ بسلسلتين، نخلي عمودين ونكمل الأعمدة المتبقية عندي في الجنب.
انا غادي نكملهم. وفي السطر الثاني غادي نخدم الأعمدة اللي عندي في الجنب باش ما يجيش الفيديو طويل، ونشوفو كي غنكملو الجوزة. انا وصلت للفراغ، يعني بقى لي عمودين قبل الفراغ. غنحل الفراغ بسلسلتين ونجي الفراغ، غادي ندير عمودين فهاد السطر. غادي نفتحو الجوزه اللي عندنا في الوسط، غنزيد هاد العمود الثالث والعمود الرابع. نحل فراغ بسلسلتين، هنخلي عمودين ونخدم هاد العمودين اللي بقاو عندي، ومن بعد عمودين في الفراغ، كنكملو 4 الأعمدة. هنا في الفراغ عمودين، نحل فراغ ونخلي عمودين ونخدم الأعمدة اللي عندي في الجنب. غادي نكمل الأعمدة وننتقلوا للسطر الثاني، نخدم الأعمدة حتى لهنايا ونكملوا الخدمة. هنا وصلت حدا الفراغ قبل الفراغ بعمودين، نحلو فراغ هنايا. في هذا الفراغ ندير عمودين هنا، غنخدم هذا العمود الثالث والعمود الرابع باش كنكملو 4 الأعمدة. هنحل فراغ الجوزة اللي في الوسط، هنا في هاد السلسلتين هندير عمودين ونحل فراغ. غادي نخلي عمودين وغادي نخدم عمودين في هاد 4 الأعمدة. في الفراغ غادي ندير عمودين ونفتح فراغ بسلسلتين. نخلي عمودين ونبدأ الأعمدة.
هذه هي الطريقة باش فتحنا الجوزة. كنستمروا هكا حتى كنكملوا الفتح ديال الجوزة، ومن بعد كنسدوها بنفس الطريقة اللي خدمت معاكم هنايا. انا غادي نكمل ان شاء الله حتى كنوصل الفتحة ديال الرقبة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو اليوم يكون واضح، واللي عندها شي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعاليق او في مجموعات الفيسبوك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.